الساحرة المستديرة ومرتضى منصور، والأخبار لا تهدأ في نادي الزمالك بعد تولي السيد أحمد مرتضى منصور يعني قائما بأعمال رئيس الزمالك. طيب احنا معانا اهو أحمد مرتضى منصور بعد اختياره قائما بأعمال رئيس نادي الزمالك. علينا أن نتخذ من الأهلي قدوة. يا أحمد، ما من زمان يا أحمد ويا معروفة كده، أنت أصلا إزاي تتخذ من الأهلي قدوة وأنت أبوك طول الوقت بيشتم في محمود الخطيب، طول الوقت بيشكك في ذمة محمود الخطيب؟ أنتوا كزملكاوية وكإدارة نادي الزمالك متمثلة، ماليش دعوة بالجمهور، الجمهور محترم جدا واحترم جماهير الزمالك جدا، أنا بتكلم عن رئيس نادي الزمالك اللي هو كان أبو أحمد، اللي هو مرتضى منصور، اللي هو ليل ونهار بيشكك الأهلي بيسحر ومحمود الخطيب مرتشي ومش عارف مين بياخد فلوس ومش عارف تركي آل الشيخ دفع لهم قد إيه وإحنا عملنا إيه وبتاع والكلام ده كله. فأحمد مرتضى منصور النهارده الذي يقوم بأعمال أبوه السيد مرتضى منصور قال لك من الضروري إن الجميع يتكاتف من نجوم وأعضاء ومشجعين عشان نقف ورا نادي الزمالك وأن نتخذ من النادي الأهلي قدوة في هذا الأمر. أخيرا اعترفت، الاعتراف بالحق فضيلة، وأن تأتي متأخرا خير من ألا تأتي يا سيد أحمد. المهم بص للنادي الأهلي، يمكن نادي الزمالك يحصل على بطولات بعد هدوء الأوضاع واستقرار الأوضاع داخل النادي.